وندعو ربي الخير والبركه والستر. فون على سيدي عقاد راح نقول لكم بعد ما نقول غدوه. كيما راني نسمع البرور تاع القصبه يتكلم مليح وهذا ما يتكلمش مليح. راكم ناقصينو؟ ايه ناقصين. لا الميكرو تاعك ناقصينو. شد صرف بالتفوفيه. بسم الله ويربح من صلى بك رسول الله. بسم الله ويربح. هذا درنا الفال اصحاب الفال يحبهم ربي الله يجعلوا في الدنيا اخيرا. الله يسدي وليداته الله يزين عقيبه الله يقوي عليه الخير ويجيبه في الراي الزين الماء والنعمه والحرمه غير قامة القيامه. روح اولي وإذا عانك ربي غير سبب يا ابناء آدم. وإذا عانك ربي غير سبب ونهار فلا تعود تبنية ويديك الرزق ليش تتعب يا ابناء آدم. وهذا بعض الله سيدي. وإذا طالك من وهذا قصيدة سيدي قدر من عمر قفيها مولع قادر للي اللي يبوع لهم شباب المايرا قويدا تقبض القلار انا ما قادر مولع قادر ان شاء الله. راني مسجلكم لي كاسة تاع الرسول. هذا عمك الشيخ الميلود الفيالاري
انا كنت ندي سيدي عمي واللي سمعني بالدهر وقال الله يربح حتى سمعنا يربح دنيا اخي قولوا الله يربح والله اننا خلينا الوعدة وجينا على جاكم وعد السيد القيناه لي ما جونيش السيدي عمي قلت له والله انتم والله اننا جينا من الوعدة تا سيدي عبد الله احنا عندكم وقلنا له والله انتم جينا وفينا الاهل بس عدت اقول كلمة يا اللي درت الفيض على سيدي عفيف ومولى عبد القادر وشرك بين سيدي عفيف ومولى عبد القادر والله يا ربي غير اشرك بينك وبين القبله وبين الخبزه وبين ريحنا ليا. سيدي عفيف رانا في عرسك يا ربي يا ربي رانا في العرس تاع سيدي عفيف مانيش عارف وليدات ولا خدام وراني بغي سيدي عبد القادر وسيدي عفيف يشرك بين سيدي عبد القادر وسيدي عفيف وقولي هكا نعطيك الزياره. اشيخ لوجه الله والثواب لهاد الصالحين اللي هضرنا عليهم الثواب لسيدي عبد القادر سيدي عفيف لوجه الله ربي قال انما ندعوكم لوجه الله وراني قال لي هكاك مليح مليح وراني قال لي هكاك ها قال لك دي زياره وفلا قال لك دي زياره وراني ما نقول الله يشافي يا برا ان شاء الله وراني قال لي هكاك اشيخه هذا السيد قال لك راه مريض فكرني بعد الغزوه باغي يجيبها السيد علي اللي كان مريض غزوة قال لك ديبها قال لك نبغوا الكلام تاع الصحابة ما كانش اللي يهم يدعونا قولوا الله يستر معاك ولا اللي قال لي شكون اللي دار لنا الفن روح علينا روح علينا هذا الحبيب قولوا الله يستر العاقبة الله يكثر عليك المال والدلل ولا اللي قال لي هاك ولا اللي قال لي هاك قال لك دي زيارة لا تكثر من قبر ولا اللي قال لي هاك قال لك دي زيارة الله يسجي وليداتك الله يسجي مساعدك كربونا شويه يا ابو مهنا اذا بخلك الخير عندك كلمة بعد انا قال لك جدي 20 انا جيت لنا ضيف الشيخ انت عندك بزاف ما جيتش لينا قول الله يحفظك اللي قربت اللي هنا راح تخبر هنا ربنا يشوف والله يقرب لك الخير هكا قال لك نبغوك هنا عرفوا هم كريم وديت عند خالتي قول الله يستر العقبة انا اللي بدأت انا مقاماته انا عندي 47 عام مداح 47 ألف الفن بداح لو كان جا فيها قرات أخرى نجيني رأى الله غاز فيها شكرا قال لي بدأ تنوي هم تمسكي هذا قال أنا أقول الله يبعد الظلم ويبعد الحرام الله يرد السيدة في أم العقبة الله يحفظك الله يسرق الله يجزيك العقبة العقبة زين إن شاء الله الله يجزيك العقبة هذا قال لك دي خمسة ها قال لك دي خمسة الله يسجي وليدتهم ها قال لك دي عالفين الله يجي مهرا ها قال لك دي زيارة نعطي وزورة قبرني قربوا واحد شوي لهم أخبرهم قربوا باش نلحق بالخير هلا قدموا قدموا باش نلحق نذكرها باش ما نلحقها يا أبو فانا قسموا تما نكروا فرق حداش روح مليح 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 هذا يعني مو العقل كان يقولها ودعي اشوف هذا غوري الله يقريه الله يسجيه ان شاء الله يديه بري في عدنا وانا نجي عنده وبلانده الله ينجحه بالخير الله نعسى ارجع ولا الطالي 20 كاكم ادعوا يا ربي الوليدات يسجوا اقول امين راهم كي غرايز بورا استعمزونا علم القران راهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي وليدات سيدي عندنا علم القرآن وبرهان قال كدي 20 على وليدتي وعلى هذا المجمع قولوا الله يجمع له خير الدنيا والآخرة شوفوا ولاد سيدي عفيف وزيار سيدي عفيف محمد هاو هذو خالتي من تحت لهم من تحت لبويتهم قال لي من تحت الجد هنا وراه اللي قال لي هيك قال لك دي زيارة قال لك دي زيارة لا 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 روح في ذيك البيت معليش انا مول عقل Thank you.
شيبانية وكانت بنت ابن تاعك بزاف. قال لك هذه 20 شيبانية. الله يرحمها. الله يرحمها برحمة الله الوسعة. الله يستر العقبة مش عارف شنو يقدر تحت. عاد هناك حكم وشك. قال لك انت زيارة شيبانية الله يهديك الله يرحمها. اقدم لك اقدم لك. وهذه الزيارة اللي زرتنا. ان شاء الله تشوفها. عمر وزغرة عند راسها. اللهم امين. لا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم بها الوالدين. هذا الله يجيبه رايزين. هذا الله يستر العقبة. أنا مش أقول هيبعد علي المصيبة. ياك واحد المصيبة راه ما يقول الله يبعدها. اللهم آمين 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 نزل السنين ودار الأبطال والأخر قال الخير والموت في الناس الكاملين ومع نذهب الآن ما زالوا هذه بلاد الكرب هذه وهذو الناس يحشموا وناس دوارة الله يرضي عليكم سيدي يا امين امين الله يحفظكم امين خارج يحود كانوا منا يعرضوا لي بحاج البيروت الناس تعيط هذو كانوا يعرضوا لي مسكين وكانوا يدوا لنا نظيفة من قدم كان هنا يعرض لي يبنوا لنا قواطين ويباتوا معنا حتى الربعة تاع الصباح ما تروحش الله يشتبك العقل وهذه قديمة